بسم الله والحمد لله والله أكبر. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير أفاتيسور إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا، كل عذر وربما عذر أقبح من ذنب، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مهتدون. ها مقتدون، لا والله مش مهتدون، هي ممكن مهتدون فيها ما فيها، أما مقتدون تولي قائدك الجاهل يعني أبوك ولا جدك ولا جد جدك، نسأل الله السلامة. ونعاود لكم هذه السورة الموحية، تعرف بالضبط أي طريق أنت اللي تمنو بالعادات والتقاليد لمارس التراديسيون اتسيتيرا، هاو شم وذاك، علاش أنتم من أعداء الله المشؤومين ولضلالات الدنيا كلها صبت عليكم، لأن الله يمقتكم حتى الذي يدعي الإسلام أو الإيمان. قل ربي بشأني يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، والسلام على أهل الإسلام.